السلام عليكم، كديرين؟ لبس عليكم. اليوم جبنا فيديو جديد، نهار جديد ان شاء الله. غادي ندير معكم شويه ديال الفقاص، شويه ديال الكوكيز. قبلوا على اختكم. ها غادي نديروا باللي عندنا في الدار، ما غادي نجيبوش شي حاجه، ما غادي نديروش شي حاجه اللي غادي داكشي ساهل. مهم عندنا هنا شويه الزنجلان، 8 ديال البيضات، كاس الزيت، زلافه سنيده، شويه ديال الكاوكاو ولا الفول السوداني، جوج خمارات. القوام غادي نضوبل القوام، حيت دايره 8 ديال البيض. ندير 4 ديال البيضات في القياس اللي كندير. دابا غادي ندير جوج. هادي القهوة باش غادي نديروها مع البيض. غادي نديرو نجيبو القصعة أو القصرية، كل واحد شنو كياكلها. مغسولة غادي نبداو بها. بسم الله على بركة الله. القصيعة ديالنا هي هادي. نضرب البيض، نهرسو البيض، هرسنا. غندير القياس جوج قياسات في مرة، فقص ما غادي يوقع له حتى شي حاجة، كنرونوه في مرة. البيض بحرارة المطبخ، نحيدو هاد القشيرات ديال البيض محدانا. نديرو الزيت، كاس ديال الزيت، غادي نزيد نص كاس بلا ما نقويوش الزيت بزاف. نص كاس ديال الزيت، درنا كاس ونص. نديرو السكر، نزيدو عاوتاني حيت مضغوب على القوام. نخلط البيض والسكر والزيت حتى ينسجم لي مع شي معاشي. غادي نخلط شويه بهذا الفوي، شويه حتى نبغي ندير الطحين، وعادي نخلط بيدي. من بعد ما نسجم لي البيض مع السكر والزيت، نزيدو دابا عاوتاني الجنجلان او السمسم، نزيدو الكاوكاو ديالنا، انا درت هذا الكاوكاو الاحمر. اللي بغى يدير اللوز عاوتاني كل واحد
اللي بغى باش اللي عنده اللوز يدير اللوز، واللي ما عندوش اللوز يديباني بكاوكاو بحالي كما درت انا. المهم كل واحد ليه اختيار. الحاضر قلت لكم في الاول الفيديو، قلت لكم راني صوت باللي حاضر عندي في الدار. بغينا نصوبو حليوه نحطوها في الدار وصافي. جا شي حد درنا الطحين، الطحين على حسب الخليط، انا دايره قياس كبير. نخلط هذا طبعا، نخلط بيدي، باليدي هي اللي غادي تنفع مع الطحين. نخلط هاد الطحين ومازال نزيد انزيم، مازال نزيد له الطحين. تبارك الله راه كيحط بزايد، 8 ديال البيض كتحط، نكدو بالقوام تبارك الله كيحط الخير. الفقاص هو الاصل، هذاك هو وغريبة راه هو والاصل ديال الحلوة. من بعد ما صوبت راني نسيت الخميرة يا البنات، نسيت الخمارات راني ما درتهمش. مهم ما بينتهم لكمش حتى التالي وعد درتهم. مهم جوج خمارات حمر راني مخا ما بينتهمش، راني درتهم. دابا غادي نقادو صوب هاد الحربولات، نديرهم ندخلوه الفران، دهنوه بالبيض ندخلوه الفران. تابعوا الفيديو للنهاية ان شاء الله. حيت الطباسل عندي ماشي كبار، ما خصنيش نديرهم طوالين بزاف. تبارك الله حاط كاي حط خيرات. مين اللي عجبكم هاد الفقاصة البنات؟ ما تنساوناش لايكات وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وعاونوا هاد القناة. هاد القناة راه المشاهدة عندها ميتة يا البنات، حاولوا هاد القناة زعما تيين راها راهي بلا بكم راها ما كاين والو. بلا مشاهده ديالكم المشاهدين راكم عزاز وغاليين، وزعما تيين هاد القناة عاونوها فضلا ليس امرا. اللي دخل عندنا الله يكثر خيره والله يسهل عليه. المهم الفقاس ديالنا من بعد ما دهنته اركن نصوبو بالفرشيطه هكا.
ثقبوا شويه من الجنيبات بالفرشيطه باش ما يتحلش. واخا ما دايراش في الخماره بزاف، دايره جوج بالنسبه بحال اللي درت. كل قياس درت فيه وحده. ودابا غادي نبدا واحد الشكيل اخر ديال الكوكيز، وقلبت البنات على الشكلاط ديال الكوكيز وراه ما لقيتوش. المهم ندير باني بالشكلاط العادي، نقطعو نديرو نصوبو بيه نزوق بيه. بصراحه داك الشكلاط ديال الحبيبات ديال الشكلاط هما اللي كيجيو زوينين بصراحه، كيجيو رائعين رائعين. ولكن قلبت بالحومه ما لقيتهمش كاع. الزبده ديالنا هي هذه، نتوما عارفين البرد ما كتبغيش تطلق. هنا درت غادي درت الزبده وحده فيها ربعه، درت زلافه وشويه ديال السكر باش ما يجينيش حلو بزاف حيت فيه الشكلاط. نحاول نطلق هذا السكر سنيدة مع الزبده. هيا بقيت مقابلها حتى طلقتها مزيان، كنعلك فيها كاس ديال الزيت، نطلقات شي شويه مع السخونيه ديال اليد كتسخن شويه. بعد ما غادي نقادو الزبده والزيت السكر نسجموا مع بعضهم مزيان. البيض خلاص درنا، غير نديروا 4 ديال البيضات حتى هو القوام دوبلته. جوج بيضات اللي غيدير قوام واحد يدير غير جوج بيضات. من بعد ما تقادت لي الزبده غادي نزيد البيض. يا بنتي كدير لي البيض، ملي كتطلق الزبده مزيان وعاد كدير البيض باش ما كتبقاش الزبده مكوره. نديرو الخمارات بويض جوج ألزا، جوج ديال الالزا غنديرهم باش كيعطيو نكهه زوينه. جوج ديال الخمارات عمر، دابا نديرو الطحين دقيق رطب. يا تبارك الله ولات بحال البوماد مطلوقه. نخلط البيرميسيل مع الطحين على حسب، الا بقى حتى قصحت لي العجينه وعاد درت البيرميسيل غادي ما يدخليش في تقاد ليش يجينيش مقادد، احسن يدار مع الطحين. مع دابا راه البرد ما يدوبش. عجينتي هي هادي، هي رطبة نديرها واحد البلاستيكه نخليها فهاد البلاستيكه على ما نسالي الفقاص ديالي بالطياب. وعاد نولي الفقاص ديالنا هو هذا،
ولصق شي شويه البيض، كيلصق غير على حسب البيض هو اللي كيجعلو يلصق شويه، ما هو راه ما كي ما لاصقش. ها هو محمر من تحت ومن الفوق قادد. دابا غادي نصوب الكوكيز ديالي. هما البنات ما لقيتش حبيبات ديال الشكلاطه الكحل، هذا كان عندي الابيض، كان الابيض العجينه خاصها تكون كحله باش يولي باش غادي دير فيها الابيض. المهم بحال بحال غندير باني بهاد الوحيدات اللي عندي بويض، وغادي ندير الشكلاط العادي الكحل، يعني نقطعو طريفات رقاق وندير نصوب به. المهم ندير باني وراسنا وصافي. هذا الطباسل صوبتو بهاد الشكلاط هذا الابيض، واخا ما كيجيش باين بزاف ماشي بحال الكحل. غادي نصوب غندير له سميتو دوب الشكلاط، غادي نديرو له عجبني هكا بالشكلاط، يجي زوين كيجي رائع البنات، يجي غزال حتى الوليدات كيبغيوه هكا. بعد ما هاد الفقاص بعد ما خرجته من الفران درت عليه في الزق الدرة ودرتها عليه وحطيته في بلاصة باردة باش ما يتهرس ليش في التقطاع. نستمر فيه كله هكا بالشكلاط. هاد الشكلاط صالح غير في الوقيته ديال البرد الواحد يدير له الشكلاط، اما في الصهد هاد كيدوب غير مع راسو، الشكلاط ما كيصلحش في البرد. هاكا نقطعوه مع طايب مزيان، نديرو غي شويه سميتو في الفران، راهو واخا فيه الشكلاط ما كيوقع له حتى شي حاجه البنات. واخا تشوفوا فيه الشكلاط تقول ربما يرجع يدخل الفران ويدوب، راه ما كيدوبش. ها هو كي جاي من بعد ما حمرته الشكلاط ديالو ما وقع له حتى شي حاجه البنات، غزال هاكو كيز بالبيض. ايوا عندكم تضحكوا لي على الحلوه ديالي، كوكيز بالكحل، كحل والبيض جوج لوان. فقاس هو هذا ما وقع له حتى شي حاجه، واخا حمرته ما وقع له والو، الشكلاط ديالو بقى فيه، خصو خيدوب خصو غير ما يتحرك.